السلام عليكم. اليوم نروح لولاية الجزائر العاصمة لنقف على المشروع نتاع المقر الجديد لوزارة السكن واللي ينجز حاليا في منطقة عين الله. إذا نخليكم تابعوا الفيديو حول هذا المقر اللي يبدو سوف يكون أكبر أطول بناية في الجزائر العاصمة ب 122 متر، يعني ما يعادل حوالي 40 طبقة لو كنا درنا الطبقات بثلث أمتار، معناها يكون فيه 40 طبقة. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول المقر الجديد لوزارة السكن والعمران في الجزائر، والسلام عليكم. Thank you.